ما بغيتونا نقراو، ما بغيتونا نخدمو، ما بغيتونا نوعاو باش تبقاو فينا تحكمو. ما بغيتونا نقراو، ما بغيتونا نخدمو، ما بغيتونا نوعاو باش تبقاو فينا تحكمو. اليوم بكل حسرة وبكل أحاسيس نفسية سلبية يقف الآباء والأمهات ومعهم الجمعيات الآباء وكذلك الفيدرالية الوطنية لجمعية الآباء في وقفة ترافعية احتجاجية على ما وصلت إليه المدرسة العمومية. اليوم التلميذ والتلميذة المغربية خارج أسوار المدرسة. اليوم التلميذ محرم ويحرم من حقه الدستوري في التحصيل وفي التوعية وفي التربية داخل أسوار المدرسة العمومية المغربية. اليوم نقول وننادي على الجميع أن يتخذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات كفيلة بإرجاع التلميذ المغربي إلى مكانه الطبيعي وهو الفصل الدراسي. الفصل الدراسي اليوم فارغ، التلميذ في اشتياق للأستاذ والأستاذ في اشتياق للتلميذ، ويجب هذا الاشتياق أن ينتهي، وسوف لن ينتهي إلا بعودة التلميذ إلى الفصل الدراسي. المسؤولية يجب أن يتحملها الجميع في إطار قانوني وتعاطفي مع المجتمع المغربي ومع الفعالية الهشة فيه. اليوم الكل يتحمل مسؤوليته بدون استثناء، وعلى الجميع أن يجد حلا مفصليا لإرجاع التلميذ إلى الفصل الدراسي. على ما بان لينا هنا ان الحضور كان ديال الامهات يعني كثير. اليوم تقريبا مراكش راه تقريبا كاع الجمعيات متضامنين مع الوليدات، وحتى الاباء والامهات راه خرجوا. واللي بغيت نوصل انا من هذه الرساله هو احنا دابا ما بقينا بغينا حتى حل من الحكومه ولا الوزير، بغينا الحل من صاحب الجلاله. احنا كنناشدوا الملك صاحب الجلاله هو يلقى لنا الحل لهذا الشيء. راه عيب وعار ان وليداتنا كيضيعوا في الزناقي، وليداتنا كيتشردوا، تعقدوا نفسانيا، مرضوا. احنا الامهات وكذلك راه يعني واحد المعاناه. وليداتنا عندهم الجهوي، عندهم الوطني. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بغيت نقول حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي يعني اذن صماء. خرجوا على الاقل يقولوا لنا شي حاجه، هي يعني هي يقولوا لهذا الاستاذ راه غادي نبدلوا لك شي حاجه في هاد البنود من النظام الاساسي، وتلقوا لنا الوليدات يقراوا، دخلوا لنا الوليدات يقراوا. راه عار وحشومه وعيب وعار دوله ديمقراطيه. احنا كنامنوا بالديمقراطيه، ولكن فين طبقناها في هاد المساله؟ يعني ما كاينش تكافؤ الفرص. والبارح انا بنتي بدات تبكي، شافت المدرسه الطوموبيله ديال المدرسه خصوصيه جايه وبدات كتبكي، قالت لك ماما علاش هما تيقراو وحنا قاعدين؟ ولادنا تعقدوا في الدار، تأزموا نفسانيا، راه حشومه وعيب وعار. بغينا شي حل، القوا لنا الحل. وليداتنا يدخلوا وديروا حل مع الاستاذ، الاستاذ مضرور حتى هو. احنا مع الاستاذ. احنا الا تقاد هذا الاستاذ تقاد المسائل ديالو، راه حتى وليداتنا غيقراو في الراحه. الا ما تقادش راه وليداتنا راه ما غاديش يكونوا مرتاحين. جينا تنددوا بهذا التماطل وهذا التوقف لا مبرر ديال التلاميذ اللي دام تقريبا واحد شهر ونص هذا، وهذا الشيء ماشي معقول. تلامذة اخرين تيقراو في الخصوصي والتلمذات ديال العمومي ما تيقراوش، فينا هو تكافؤ الفرص؟ وخصوصا وان المدرسه العموميه هي اللي تتشرف المغرب في جميع المحافل لا الوطنيه ولا الدوليه، وهي اللي تتاهل المغرب باش يحتل مراتب عليا في مناسبات عديده. واخير دليل هو المعدلات اللي تحصل عليها التلاميذ ديال العمومي، وهما اللي تيبينوا التلمذات في المنابر اعلاميه عديده. لهذا خصنا بركه من هذا الاستهتار، خص يلقاو حلول وسيطه بين الوزاره والاستاذ، ويبقى التلميذ خط احمر ويدخلوا التلاميذ يقراوا. عندي واحد الرساله للوزير الاول والسيد وزير التعليم. ولدي كيسولني علاش ما كيقراش وامتى بغى يقرا. كنتمنى شي واحد من هاد المسؤولين يخرج للتلفازه ويجاوب ولدي. ما يجاوبنيش انا علاش ولدي ما كيقراش وامتى ولدي غيقرا. وليداتنا ملي كيبداو كيقراو التربيه على المواطنه، اول درس كيقراو الحقوق والواجبات، والحق اللي كيقراو اول حق هو الحق في التعليم. علاش ولادنا محرومين من حقهم في التعليم؟ كنتمنى شي مسؤول يخرج للتلفازه ويجاوب. كنتمنى نسمعوا صوت شي مسؤول، حتى الساعه ما سمعنا حتى شي واحد. واش نسيتوا ان الاستاذ هو اللي كيلقنوا المواطنه، هو اللي كيعلموا الحقوق، هو اللي كيعلموا الواجبات؟ ملي هذا الاستاذ ما كيتمتع لا بحقوق لا بواجبات، كيفاش بغى يمرر هذا الشيء للتلميذ ديالو؟ راه الاستاذ هو اللي كيصلح داك القسم، الاستاذ هو اللي كيعطي لوليداتنا الادوات اللي خاصهم،
الأستاذ هو اللي كيستر وليداتنا من الشمس وكيجيب الستائر من جيبه، الأستاذ هو اللي كيعطي كيشري لفتخ من جيبه باش يأمن لهم هذاك التعليم ديالهم ويمتع هذوك التلامذ بحقوقهم داخل هذاك الفصل الدراسي. كيف يعقل جا هذا المرسوم اللي نزل على هذا التعليم؟ واش بغيتي يا سيد الوزير جيتي بمخطط استعجالي لإصلاح التعليم؟ لا، راك جيتي بمخطط استعجالي لهدم التعليم، بغيتي تهدم التعليم من الجذور ديالو، كتضرب المدرسة العمومية، بغيتي ترجعها للخصاصة، وكتضل تقول قالوا لي راك أنت وزير، ومادام أنت وزير أنت اللي خاصك تقول لهم، ما يقولوش ليك، أنت اللي خاصك تقول لهم، شكون اللي كيقول لك؟ هذوك اللي دايرين بك، هذوك اللي دايرين بك بغا يفسدوا التعليم، هذوك اللي دايرين بك بغا يخرجوا هاد اللي كنتمناو يكون مواطن صالح ما يبقاش مواطن صالح، غيولي مواطن ضد هاد الدولة، وحنا راه ما بغيناش نخرجوا ولادنا حراقة، بغينا ولادنا يستافدوا بأدنى حقوق ديالهم في الوطن ديالهم اللي هو التعليم وهو الصحة.